السلام عليكم، نحن شركة أم للتجهيزات الطبية. حنشرح الآن عن جهاز الألوكا 1000 SSD 1000. الجهاز بشكل عام هو جهاز نقال يمتلك شاشة 12 إنش وكيبورد سهل التعامل. هناك حوامل البروبات، هون حوامل الكبلات، هناك حامل كبل أيضا، هناك حوامل بروبات في هذه المنطقة أيضا. أماكن وهناك مأخذين للبروبات يمكن وضع البروبات عليها، وهناك قاعدة للطابعة الأبيض أسود. يمكن تشغيل الجهاز وإطفائه من خلال زر موجود على طرف الجهاز. يمكن يطفي الجهاز بهذه الطريقة وتشغيله مباشرة. السوفت وير تاع الجهاز رقم 5، هو آخر موديل نزل بالنسبة للألوكاي. يفضل عند التعامل مع الجهاز عدم استخدام الجهاز الضغط على زر فريز.